ولمعرفة المزيد عن أهم ما تناولته جلسات الحوار الوطني اليوم، تنضم إلينا من هناك مفدى التلفزيون المصري هبة حسين. إليك هبة. لقاءات وحوارات متواصلة بهدف الوصول إلى مساحات مشتركة تشكل ركائز لبناء جمهورية جديدة. نعم، هذا هو الهدف الواضح من الحوار الوطني والدعوة التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لكافة التيارات والفئات داخل المجتمع المصري دون استثناء، لعدد من الطروحات التي تناقش في هذا الحوار بمحاوره المختلفة، سواء المحور السياسي، المحور الاقتصادي، وأيضا المحور المجتمعي. اليوم المحور الاقتصادي كان حاضر وبقوة على رأس أولويات الجلسات الخاصة بالحوار الوطني، والجلسة الرئيسية حول أولويات الاستثمار العام، كيفية بناء أولويات وخريطة واضحة للاقتصاد المصري والاستثمارات تكون مهيئة وجاذبة سواء للاستثمار المحلي أو الاستثمار الخارجي الأجنبي. أيضا كيفية توفير نوع من الآليات الواضحة لوثيقة ملكية الدولة وأي القطاعات والنشاطات التي يتوجب على الدولة المصرية أن تخرج منها وتركها للقطاع الخاص والاستثمار فيها، والقطاعات والأنشطة الأخرى التي يتوجب وجود الدولة المصرية فيها سواء بالتمويل أو في إدارة هذه النشاطات. إذن هي آليات جداول زمنية مختلفة، عدد من الأطروحات خرجت بخريطة اقتصادية سواء على المدى القصير المتوسط أو الطويل من خلال عدد من الخبراء، أيضا أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب وعدد من النافذين في المجال الاقتصادي، كل يطرح من وجهة نظره كيفية خروج الاقتصاد المصري من الضغوطات التي يعاني منها بوصفه جزء من الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل أزمات تمثلت في أزمة كورونا وتبعتها الحرب الروسية الأوكرانية. أيضا عدد من الطروحات فيما يخص الشركات وكيفية طرحها داخل البورصة المصرية وتأثيرها المباشر على قضايا التمويل وتوفير الاستثمار والتقليل من الحاجة إلى العملة الأجنبية أو توفيرها للمستلزمات الرئيسية التي تحتاجها الدولة المصرية مع زيادة التصدير وتقليل الاستيراد. اللجنة الأخرى كانت تتحدث عن موضوع أشد اتساقا بالمواطن المصري وهو الأمن الغذائي. الأمن الغذائي بوصفه القضية الاستراتيجية وكيفية تنمية زراعية فاعلة على أرض مصر، وأيضا كيفية دعم الفلاح المصري بكل ما تحمله الكلمة من معنى، سواء فيما يخص أسعار الأسمدة، أسعار المبيدات، كيفية توفير هامش ربح للفلاح المصري من خلال النشاط الاقتصادي الخاص به، وأيضا دعم التنافسية وتوفير الأسواق والمنافذ المختلفة للمزيد من العرض، ومن ثم ضبط الأسعار في داخل السوق المصري خاصة في السلع الرئيسية. أيضا عدد من الاقتراحات أو وجهات النظر تم عرضها في هذه الجلسة فيما يخص التسعير الاسترشادي. كثير تحدث عن تسعيرة جبرية سواء فيما يخص سلع أساسية، لكن الوجهة الأكبر كانت من خلال وجهات نظر تتحدث عن أسعار استرشادية يستطيع المستهلك المصري أو المواطن المصري أن يسترشد بها أثناء شرائه للسلع المختلفة، بالذات في السلع الرئيسية والرئيسية. مستلزمات الإنتاج وكيفية تصنيعها في الداخل المصري، مستلزمات الإنتاج الزراعي تحديدا، إلى جانب المشروعات القومية المختلفة التي قامت بها الدولة المصرية سواء فيما يخص التوسع الأفقي أو الرأسي في المجال الزراعي من خلال الدلتا الجديدة، توشكا والتوجه إلى توشكا بالزراعات المختلفة، الصوب الزراعية التي تتحكم في التغيرات المناخية عن طريق التحكم في البيئات الزراعية. كل هذه الأمور والجهود التي بذلتها الدولة المصرية وكيف تؤتي بثمارها من خلال خطط مستقبلية سواء فيما يخص الفلاح، الكادر البشري والكوادر الفنية والإرشاد الزراعي وما يضيفه إلى السوق الزراعي والنشاط الزراعي في الداخل المصري. أيضا قضية هامة تم التوجه لها بعدد من الأفكار فيما يخص التصنيع الزراعي، والدولة المصرية تحدثت كثيرا عن هذه الإشكالية أو كيفية استغلال التصنيع الزراعي كقيمة مضافة للمنتجات الزراعية المختلفة، خاصة أن المحافظات المصرية بتسخر بالعديد من الثروات والمحاصيل الزراعية المختلفة التي يمكن أن يقام عليها
الكثير من الصناعات الزراعية، بالإضافة إلى تنشيط التصدير وتقليل الاستيراد، وبالطبع المنتج المصري من المنتجات الزراعية ليها باع وسيط كبير جدا وسمعة طيبة في الأسواق المختلفة، سواء الأسواق العربية أو حتى الأسواق الأوروبية والأمريكية. ده كان مجمل ما تم اليوم في المحور الاقتصادي من نقاشات وحوارات داخل أروقة الحوار الوطني، وتتواصل جلساته بمحاوره المختلفة سواء فيما يخص المحور السياسي أو أيضا المحور المجتمعي.